السلام عليكم، تحية لكل المتابعين. طلعة جديدة ان شاء الله النهاردة، جايب معايا توست اجرب ان شاء الله النهاردة، وبإذن الله يكون في شوم. ابتدي ان شاء الله بالترديعة بتاعتي العادية، 3 سنون وسن بعد المدور اللي تحت. ان شاء الله هبدأ بالريوان المملح، هجرب حاليا وهجهز الصنارة التانية ويكون عليها توست بإذن الله. أول رمية أقول بسم الله. جهزت علينا الصنارة التانية وأول رمية بإذن الله. بسم الله. العدة المستخدمة قصبة تلسكوب 4 متر، والماكينة لايف لاينر من شركة بن 6500. في ضرب حاليا، بسم الله، لسه من اول رمية بإذن الله يكون في سمكة. ما شاء الله بداية الخير، ما شاء الله شعوم حجم خيالي، ما شاء الله. أول رمية على بداية المد، رشة المية بسم الله، ما شاء الله حجم كبير. في ضربة حاليا على الصنارة الأولى، ايوه في سحب. ضرب حاليا، ايوه ما شاء الله. الشام الثاني كان واكل ولا بيتحرك، ما شاء الله نفس الحجم الاولاني. اللهم بارك، ايوه على سنة صغير جدا. هجرب توست حاليا، الروبين المملح ضرب عليه شعوم. هجرب توست،
بسم الله. في ضرب حاليا. بسم الله ما شاء الله. شام لا، اثنين يمين، اثنين يمين، يمين وسط. أبو في ضرب خلق الناحية دي. بسم الله. ما شاء الله شعوم نفس الحجم الأيضا. ما شاء الله. وصل الشعور ما شاء الله. لا حجم ده اكبر واحد، اكبر منهم ما شاء الله. بسم الله. وصل الشم، وصل الشم، وصل ما شاء الله في ضربه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. صيد اليوم بتاريخ 26/4/24 الجمعة. الحمد لله توفقت النهاردة 3 شعوم أحجام كويسة، والباقي كان يميام وشم. أشوفكم على خير إن شاء الله الطلعة الجاية.